الو باسم، حين نشوفوا الاسنان تاعك. باسم هو الاول اللي راح تكشف عليه، وكوثر مساعدة الطبيبة. كوثر، اليوم خيرت كوثر والمره الجايه نخير واحد اخر، داكوغ؟ الو كوثر راح يدير لي المساعده، كي ندخل عند طبيب الاسنان نسيب الطبيب الاسنان والمساعده تاعو. الو المساعده تاعي كوثر ارواحي نقيو يدينا دابوغ، داكوغ؟ ومن بعد نديرو لي غون انا وكوثر. دونك انا ندير اون بار دو غون وكوثر دير معايا اون بار دو غون. قالت لي نولي المساعده تاعها، رحت درت لي غون وعاونتها. الوغ هذا سي لو بلاطو ديكزامان تاعي، داكوغ؟ دونك هذا هو اللي رايحه نشوف به الفم تاع باسم. باسم شحال في عمرك؟ فمك 11 سنه، داكوغ اوكي. شكون يقدر يقول لي شحال عدد الاسنان عند الاطفال؟ شحال؟ تري بيان. 24 ولا 20؟ شكون يقول 20؟ اللي يقولوا 20 عندهم الحق. ومن بعد في عند الكبير اللي كي نكبروا شحال يوليو عدد الاسنان عندنا؟ 24. 3 ينقصوا ولا يزيدوا؟ ينقصوا. كي نكبروا عندنا 32، داكوغ؟ عندنا 32، عندنا 28 زائد 4 دروس العقل. كي تكبروا تعرفوهم دروس العقل، اوكي؟ الوغ هذا سي لو بلاطو ديكزامان تاعي. نحل لو بلاطو ديكزامان تاعي، نرفد منه لوشون باش نحميو الملابس تاع باسم. باسم تكسل، نديرو لك هادي باش نحميو بها الملابس تاعك. فوالا مساعدة تاعي هاك، ربطيها ربطيها هنا. عاون المساعدة تاعي باسم، صحة؟ تخي بيان، صحة شاطرة. الوغ نجيب المرايا تاعي، وبالمرايا تاعي، وهذا سي القلم تاعي. هذا سي القلم اللي نشوف به الاسنان تاعي، اللي نحوس به على السوسه، داكوغ؟ اون ابيل سا اون سوند. حل حل مليح باسم، شوفوا الاسنان تاعو. اوه عنده بزاف باسم. باسم راهم عنده 24. تري بيان، باسم عنده اسنان جميله بصح. باسم شوفوا شوفوا شفت في فم باسم، ست الماكله ما بين الاسنان. واش درت؟ ما غسلت؟ فوالا، انا فقت لك بلي ما غسلتش الاسنان تاعك باسكو سبت الماكله في الاسنان تاعك. كان المريض زعما باسم كان عنده، ما كانش كاع عنده مشاكل في الاسنان تاعو، و درت مع هذه التجربه سيئة اني نكون مساعده الطبيبه، كانت تجربه هايله. دونك ها هو باسم عنده اسنان جميله بصح بصح باسم يغش بزاف. باسم غش، ما غسلش الاسنان تاعو. دونك من الفوق شحال تغسلهم مرايا في اليوم باسم؟ ثلاثة مرات في اليوم، على الاقل زوج. مام اذا تنسى تنسى وحده، داكوغ؟ يعني على الاقل زوج، من المستحسن نغسلهم ثلاثة خطرات. قالت لنا نغسلوا اسناننا ثلاث خطرات في اليوم، على الاقل نغسلوا زوج. اذا نسينا، قد نسينا من هذوما الثلاثة خطرات نغسلوا صافي زوج مرات، اذا نسينا وحده. ياسين راح حافظ الدرس مليح. دركا ندوزو اون كونسلطاسيون. اسمك شيراز؟ ندوزو اون كونسلطاسيون شيراز، نشوفو الاسنان تاع شيراز. شيراز راح تكشف عليها، ويوسف مساعد الطبيبه. يوسف، يوسف المساعد تاعي. هذا اسمه يوسف بلا. فوالا هذا البلاطو تاعي، نحل البلاطو تاعي. وانا كنت اليوم معها مساعد، وشفت معها مع شيراز. يوسف دير لها لشيراز، دير لها الشون تاعها، وري لي كيفاش ديرو، نشوف اذا انت مساعد مليح. دير لها لشيراز، شوف باش تقدر تربط لازم يدك هادي تجي منا منا هكذا، وشيراز تعاونك شويه تقدر. فوالا صحه شيراز، حطي راسك شيراز. نسد المرآة تاعي، مساعد هايل، عندي مساعد 10/10. حلي مليح شيراز. شيراز واش عندها يوسف؟ وشنو هذا؟ واش راك تشوف؟ تسوس. وعلاش شيراز عندها شوية تسوس؟ شيراز عندها تسوس في الأسنان تاعها تاع الحليب، باسكو شيراز ما غسلتهمش مليح مليح. شفت لها، تفحصنا أنا وطبيبة أسنان أسنانها،
لقينا فيها تسوس. دونك شيراز عندها شويه تسوسات لازم تخدمهم. عدي عدي اسنان تاعك، غلقي اسنان تاعك شيراز. وشيراز ننصحها باش تجوز تشوف طبيب المختص في التقويم تاع الاسنان. وشنو هو طبيب المختص تاع التقويم؟ هو اللي حيدير لها لاباري باش نستفوا الاسنان تاعها. واليوم انت واش استفدتي من طبيب الاسنان؟ استفدت من طبيب الاسنان لحظة كي قال لي بلي نظف اسناني 3 مرات في اليوم.